باستضافة علم من أعلام دولة قراء القرآن الكريم بالعالم الإسلامي وسفير قراء مصر بالعالمي العربي والإسلامي والملقب بملك المقامات فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرق قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري ورائدا من رواد إذاعة القرآن الكريم فليتفضل إلى منصة القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت بقى يا جماعة الصوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت
فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق الناس كخشية الله
تحرك القلوب. لا فصل. إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا وقالوا كل متاع الدنيا ولا تظلمون فتيلا ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة Mm-hmm.
وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال
من يطع الرسول فقد أطاع من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فلا أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا أفلا يتدبرون القرآن
عم دي مدرسة دي مدرسة كل القرآن ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. فقاتل في سبيل فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم
فخيروا بأحسن منها إذا حييتم بتحية وإذا حييتم بتحية فخيروا بأحسن منها كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. من روائع سورة النساء عزف على أوتار القلوب محرك القلوب فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرف قارئ
الإذاعة والتلفزيون المصري والمقيم بمدينة القاهرة. نقلت لكم هذه التلاوة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وأحدث الهندسة الصوتية الحاج محمد المرسي عرب شراويط مركز كرنس. كبرى مخازن الإنارة الذهبية الحاج شوقي داوود مركز ومدينة الجمالية. كبرى الخيام المكيفة وكبرى مخازن الفراشة أولاد الحاج التميمي المصري إدارة المعلم محمد التميمي المصري بمركز ومدينة المنزلة.